هو ليس حجرا بل روحا وجسدا تقدسا فجعل من الحبيس شربا ليرتفع إلى درجة قديس. ولأن أطباء الأرض لم يشفيا والدته ماي، احتضنها طبيب السماء كما يلقب القديس شربل، فارتأى أنطون السحناوي بمساندة والده نبيل أن يزينا جدار كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك، من أكبر الكاتدرائيات للكاثوليك في الولايات المتحدة، بهذه المزيك للقديس التي استغرق الفنان الإيطالي ما يقارب الشهرين لينتهي من العمل بها وإبراز ملامح لبنانية عبرها، من الأرزة إلى السماء إلى دير مرمرون في عنية حيث عاش، وصولا إلى محبسة القديس شربل. ولأن المكرم قديسا، حضر البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي وراعي أبرشية نيويورك الكاردينال تيموثي دالون وممثل غبطة البطريرك يوسف الأول عبسي المطران كيريلوس بستروس وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى لبنانيين أتوا من ولايات أمريكية عدة خصيصا للاحتفال بقديس لبنان. ما لبس أن انتهى القداس الإلهي حتى تهافت الحاضرون للصلاة بالقرب من صورة القديس شربل. حس أنه ما شربل هو الرمز الوحيد الوطني الوحيد اللي بيتفقوا عليه كل اللبنانية. ما شربل طلعي وين وين ساعة شفيعنا. Very very special. We're very very happy. مبسوطين كتير. He watches over us. He is our intercessor between us and God. القديس من عنا من لبنان ومنحبه كتير وصار هلا مشعشع بكل العالم. اسمه لك شعر بدني. لبنان جاية وأكيد جاي أحضر هيدا المناسبة لأنه شيء كتير حلو إنك تحضري هيك مناسبة. من عندك إيه بعناية ليش جاي على؟ لا أكيد لأنه هيدا الشيء فخر لألنا. ومن لم يستطع الحضور حضر الاحتفال عبر تقنيات التواصل، ومن ليس لبنانيا جذبه القديس ايضا. And did you ever know about Marsharbel? Just by name, but this was quite an event. I will be willing to know more about it and to understand why, you know, he's so spread and his influence has been so great as to come here. إلى جانب الأم تريزا ومار أنطونيوس وقديسين آخرين، رسمت جدارية القديس اللبناني في نيويورك في حدث لبناني ثلاثي الأبعاد تكمن أهميته برفع اسم لبنان ومسيحيه، إضافة إلى مسيحي الشرق عاليا. بفتحة يديه ارتفع القديس اللبناني مارشارب الجدارية في كاتدرائية سان باتريك في نيويورك. بفتحة يديه المقدستين ارتفع اسمه قديسا في كل العالم، وبذلك يرتفع اسم لبنان أيضا في العالم القدسة. من كاتدرائية سان باتريك في نيويورك، رشا الكرم، قناة الجديد.